Thank you very much for the kind introduction. على هذه المقدمة سيادة الرئيس، يسعدني رؤيتكم مرة ثانية، وأشكر سيادة الوزير على الدعوة، وأرحب بكل الوزراء والضيوف. حيث أن الوقت محدود، وكنا هنا في فبراير 2022، لقد كانت سنة مليئة بالتحديات، وكذلك واجهنا الكثير من المشكلات في أسعار الطاقة والإمدادات، وناقشنا في كوب 27 الحاجة إلى الاستدامة، وكذلك أن نعتني بإفريقيا وحصولها على الطاقة، حيث أنهم هناك الكثير من سكان إفريقيا يعانون من الحصول على الكهرباء. وبالتالي فما سنناقشه اليوم هو صمود هذه الصناعة، ودعونا نصفق الآن إلى ما قامت به الصناعة هنا في مصر، صناعة البترول هنا في مصر خلال 12 شهرا الأخيرة، فلنصفق لأنفسنا على الإنجازات التي حققناها. أود هنا أن أتحدث على هذا الحوار الذي سنقوم به، وأعرف أن يومكم مشغول، وأن الملك عبد الله سيكون موجود اليوم في زيارة مصر، لذا فإن لديكم قمة بعد هذا المؤتمر. إذا معنا حتى 9:45 أو 47 دقيقة. هل أحصل على موافقة سيادتكم قبل أن أبدأ؟ نعم، لأني في نهاية هذه الجلسة سنحصل على تعقيبات سيادتكم. فإذا كان هذا الحوار دائرا منذ 10 سنوات حول مصر كي تكون مركزا للطاقة في البحر المتوسط ومصدرة للغاز لأوروبا في هذا الوقت الحرج، كان شخص ما سيقول أن هذا جنون، لكن ما حدث خلال 5 سنوات أخيرة خاصة في شرق المتوسط، وأن مصر أصبح لها مكانا في سوق الطاقة لتأمين الطاقة لأوروبا. ولكن دعوني الآن أرحب بأعضاء المتناقشين معنا، السيادة الوزير طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهو معنا جون كريسمس من الباتشي، والأمين العام لمنتدى الطاقة جون ماكمونو، فلنرحب بهم. ستتحدث بالعربية سيادة الوزير، حتى إذا من أراد الاستماع إلى اللغة العربية يستطيع استخدام أجهزة الترجمة. إذن لدينا أقل من 10 دقائق، والنقطة التي أريد أن أركز عليها سيادة الوزير هو السؤال الخاص بالتعاون الدولي. لماذا يعتقد الكثيرون أنه ليس هناك حوار حول تأمين الطاقة ومعضلة الطاقة والاستمرار في الاستدامة؟ بعد الدرس المستفاد من كوب 27 وتمويل الدول النامية، ما الذي نحن بحاجة إلى أن نقوم به؟ كيف نستطيع تعميق التعاون الدولي وأن يكون هناك خطة للمناخ مع تأمين الطاقة في نفس الوقت؟ أتصور أن احنا يعني الفترة اللي فاتت، كم سنة اللي فاتوا، كان فيهم تحديات عالمية كبيرة، ويمكن كلنا شاهدنا التغير اللي حصل في أثناء الكوفيد 19، وبعد كده تباطؤ الأسواق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية. كل ده طبعا أثر على قلب الموضوع، هو إمدادات الطاقة وتأمينها. الحقيقة طبعا يمكن كانت هذه الأحداث كلها كانت كاشفة لأنه في حاجات لازم تتعمل وبالتوازي، وما كانتش جاهزة وقت هذه الأزمات، ويمكن كان من ضمنها قلة الاستثمارات اللي كانت موجهة للتحول الطاقي وتقليل الانبعاثات. وكان من نتيجة ذلك أنه مع وجود هذه الأزمات بيظهر على طول أهمية التعاون ما بين الدول لاستكمال ما ينقص من إمدادات للطاقة من الدول الأخرى علشان سد الفجوة. وفي نفس الوقت ظهر جدا أهمية
وضع استثمارات كبيرة وفي التكنولوجيا من أجل التحول الطاقي، وفي نفس الوقت كمان أنه يبقى فيه استدامة. دي كلها لازم تتم بالتوازي. وبالتالي إحنا النهاردة وبتهيألي من خلال استضافة مصر لكوب 27 والحديث الجيد اللي تم فيما يتعلق بالحوار وفرض ما يحتاجه الدول الأقل حظاً والقارة الأفريقية بصفة خاصة، كانت نتيجة ذلك نجاح المؤتمر في أن هو يقرر صندوق صندوق ال الصندوق بتاع التعويضات. وبالتالي كانت النتيجة أنه ده أظهر كويس جداً أنه إحنا نجحنا في خلق واقع ونبتدي نتحرك في اتجاه المظبوط. ومن هنا إحنا عايزين نقول أنه كل الحلول لازم تمشي بالتوازي، وهنا لازم نحرك الحكومات مع كبرى شركات الطاقة، مع المؤسسات الدولية، مؤسسات التمويل الدولية، حتى كلها توفر التمويل اللي محتاجينه، التكنولوجيا اللازمة لهذا التطوير، وفي نفس الوقت نشتغل على الطاقة الانتقالية بتاعتنا وهو الغاز الطبيعي مع بعض الوقود الأحفوري خالي من الكربون. وإحنا بنتكلم على تقنيات خاصة بإزالة الكربون، وده شيء مهم جدا لأن إحنا لن نستطيع أن نستغنى عن الطاقة الأحفورية في يوم وليلة. فكل الحاجات دي لازم تمشي بالتوازي. وأتصور أن إحنا الحمد لله استطعنا من خلال كوب 27 أن إحنا نحط خريطة طريق مظبوطة، وأشقائنا بالإمارات في كوب 28 هيكملوا هذا المسار. شكرا. Thank you, Minister, for that. We have just over 5.5 minutes. Bernard, I'm going to ask you a very direct question. On this stage last year, you talked about being all in on the transition, but I think what we have learned, I use the word resilience for the industry, which I think is very true, but you have to be flexible because, for example, يكون هناك مرونة. على سبيل المثال كنتم تخططون لخفض إنتاج الهيدروكربون بنسبة 40%، ولكن بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية فإنه خفض إلى 5% فقط. إذن هل نحن نأخذ هذه التحديات العالمية بعين الاعتبار؟ من دواعي الشرف أن أكون هنا، حيث أن بي بي تحتفل بوجودها في مصر منذ 60 عاما. لذا أشكركم سيادة الرئيس على إتاحة هذه الفرصة وعلى إتاحة الفرصة لكي نكون شركائكم. بشكل سريع، فإن الأحداث العام الماضي علمتنا أننا بحاجة إلى الانتقال الطاقي، وأننا بحاجة إلى هذا الانتقال أن يكون منظما كما ذكر سيادة الوزير طارق الملا في تعقيباته. إذن هذه هي استراتيجيتنا والتي أعلننا عنها في الأسبوع الماضي، حيث أننا سنستثمر المزيد في الأنظمة الحديثة، وهذه بحاجة إلى مزيد الاستثمارات. وفي نفس الوقت سنضع مزيد من الأموال من أجل الانتقال الطاقي، حيث يصل في كل مجال الاستثمار إلى 8 مليار دولار. وبالتالي نحن بحاجة إلى الحوار، وهذا ما سنقوم به هنا في مصر في مجال الغاز الطبيعي والهيدروجين وكل الفرص التي تتيحها هذه الدولة العظيمة. شكرا. أود أن أذكر الجمهور أن معنا رئيس مجلس الإدارة إدوارد بالن غدا، والذي سيقدم لنا تحليلا معمقا. جون، يسعدنا وجودك معنا. إذا ماذا عن الطلب على الغاز والبترول في سورينام وهنا في الصحراء الغربية في مصر؟ فإن هناك إمكانات هائلة، وكذلك في الولايات المتحدة. إذا ما هي توقعاتكم بخصوص الطلب، وكيف ينعكس هذا في محفظتكم الاستثمارية؟ شكرا. لقد رأينا طلبا عاليا، ولقد استمعنا إلى التعليقات الافتتاحية من الأمين العام. إذا نتوقع أنه في العقود القادمة سيكون هناك طلبا مرتفعا، حيث نجد أن 10% من سكان العالم ما زالوا بحاجة للحصول على طاقة بسعر ميسر. وبالتالي فإن هناك طلب عالي.
وإن مصر لديها مجموعة متنوعة من الاستثمارات، وقد قمنا بزيادة استثمارنا بناء على رؤية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث مصر، حيث وفروا لنا منصة لمضاعفة استثماراتنا، حيث لدينا الآن أكثر من 17 حفار، وكذلك نحن نسعى إلى تلبية الطلب الموجود في مصر، وهذا بدعم من القيادة. شكرا لكم. إذن لقد قام بالتلخيص دقيقة وهي مهمة ليست سهلة. إذن أفضل شيء تستطيع تقديمه لهذا الجمهور هو ما الذي نتوقعه من التعاون في منتدى الطاقة العالمي وأوبك الذي انعقد في الرياض، ونحن نعرف أن عام 2023 سيقدم لنا الكثير، ولكن دعنا نلقي نظرة سريعة على 2025 ونحن في أعقاب الجائحة. نعم، من دواعي السرور أن أكون بينكم اليوم في حضور سيادة الرئيس. الـ EIF هي منظمة تجمع الأوبك ومنتدى الطاقة وبعض الدول ليست من الأعضاء معنا، ولكن مصر من الشركاء الرئيسيين. ونحن نعتقد أن الأسواق الآن ترسل لنا الإشارة، والبيانات التي نتلقاها من صندوق النقد الدولي وغيرهم من المؤسسات توضح أن الطلب بالفعل عاد إلى المستويات ما قبل الجائحة. ونجد أن معظم الأفراد يظنون أن الفجوة بين العرض والطلب بسبب الأوبك أو أن الأوبك لا ينتج المزيد، ولكن فجوة العرض حتى موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يشغلنا كثيرا على الإمدادات من غير دول الأوبك، ولكن الإمدادات من غير دول الأوبك هي ما يشغلنا، حيث أنها لا تحصل على الاستثمارات الكافية، وهذا ما تحدث عنه الأمين العام للأوبك، وحيث هناك حاجة إلى الاستثمارات أكثر من 12 مليون دولار خلال العقدين القادمين، وبالتالي نحن هنا نتحدث عن 644 مليار دولار خلال السنوات القادمة، أي حوالي 4.9 تريليون دولار في حتى عام 2030. وحتى نستطيع حل مشكلة الاستثمارات القليلة، فإننا سنواجه تقلب في الأسعار وارتفاع كبير في الأسعار. وما تحدث عنه الوزير الملا أنه لدينا جميعا التزام تجاه المناخ، فإذا قمنا بمراعاة الانتقال الطاقي وخطة الطاقة فإننا يجب أن ندير هذا الانتقال، لأن الشعوب بدأت تفكر في تقلب أسعار الطاقة، حيث أنها إحدى المشكلات، وأن كل تحقيق هذه الأهداف سيكون محل مخاطرة. وبالتالي فإن قادة المجموعة العشرين في العام الماضي والعام قبل الماضي أوكلوا إلى صندوق النقد الدولي أن يقوم بإدارة الحوار حتى تظل هذه الرسالة حاضرة. إذن عندما بدأت أزمة الطاقة أن تكون معروفة، وشقيقتي في كاليفورنيا قالت لي ماذا يقوم، ما هو دور الأوبك، حيث أن سعر الجالون في أمريكا وصل إلى أكثر من 5 دولار، وبالتالي كانوا يريدون ما الذي يحدث في عالم الطاقة حول العالم. وأنا أتمنى من المتناقشين أن يعطونا لمحة سريعة غدا ومتعمقة حول الوضع. وفي العام الماضي شاركنا سيادة الرئيس بعض التعقيبات، حيث لدينا منتدى غاز شرق المتوسط وهو لاعب أساسي الآن. إذن هل تود التعقيب؟ وعقبتم بأن الأزمة الروسية الأوكرانية من الممكن أن توفر حلولا، وما نراه الآن أن لبنان وإسرائيل تعمل على المنطقة الاقتصادية، حيث أن الطاقة من الممكن أن يكون جسرا للتعاون الممكن في المنطقة. إذن ما هو ردكم؟ الأول أن أنا أرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في مصر وفي النسخة السادسة للمؤتمر، وأتمنى لكم التوفيق. وأنا عايز أقول لك أن منتدى الغاز لشرق المتوسط والجهد اللي احنا بنعمله مع الشركات، شركات البحث والتنقيب، هي اللي هتبقى العنصر الحاسم في ان المنتدى يقوم بدوره في تخفيف من اثار الازمه والطلب على الغاز لاوروبا خلال المرحله القادمه. كل ما
هيبقى فيه اكتشافات سواء كان في لبنان زي ما ذكرته أو في إسرائيل أو في مصر أو في أي دولة تانية، وهذا الغاز يصل إلى أوروبا، أتصور ده هيقلل من حجم الطلب أو حجم الضغط الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. خلينا نضيف نقطة تانية واختم بها. يعني أنا عايز أقول يعني أصدقائنا الشركات الكبيرة والشركات اللي بتعمل في هذا المجال، تأثرتم كثيراً بالانطباع عن فكرة الطلب على الغاز والطاقة خلال السنوات الماضية، وده أثر على حجم الضخ أو حجم ضخ الاستثمارات في مجال يعني الطاقة الأحفورية البترول والغاز، وبالتالي حجم المعروض ما كانش يعني بالمستوى المطلوب، وبالتالي لما حصلت الأزمتين سواء الأزمة كوفيد أو أزمة الأزمة الروسية الأوكرانية ابتدت الأسعار تبقى زيادة. يعني ده معناه إن إحنا لا نتأثر كتير بالانطباع ونتعامل مع الواقع، واقع الطلب وواقع نمو الطلب خلال السنوات القادمة. شكرا جزيلا. Mr. President, thank you again for holding. I love the new brand that you've created today, the Egypt Energy Show. I think there's a recognition of natural gas and the transition for at least a couple of decades as we embark on that transition. Gentlemen, thank you for your input today. Look forward to seeing you tomorrow. A nice round of applause to the panelists and, of course, our host today. Thank you very much. And now we're going to honor and celebrate this meeting.